صباح الخير عليكم البنات، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو هذا تكونوا في احسن الاحوال. عيدكم مبروك، عواشركم مبروكه، يدخل عليكم بالصحه والسلامه بكل ما كتمنوا في حياتكم ان شاء الله. واللي كتمنى شي حاجه يا ربي الحبيب تحققها، اللي كتمنى وليدات. بزاف الناس كيقول لك كوثر داعي معانا، والبنات اللي زابوني ديالك يدعوا معانا، راه دعوه الغريب مستجابه. الله يسهل عليكم، اللي باغا وليدات الله يسهل عليها فيهم، اللي باغا شي زوج صالح الله يسهل عليها، اللي بغات شي خدمه الله يسهل عليها في هذا النهار هذا العواشر، على جميع امتي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنايا دست كنعجن المسمنات ديالي، درت هنايا غير شويه هذا الصباح العيد، كانوا الوليدات صافي مشاو فطروا مشاو للمدرسه، ونت انا هنايا كنجمع في الكوزينه وكنصاوب هنا في المسمنات ديالي. درت هنا كونتيتي غير صغيره حيت ما بقاليش الفينو، عجنت غير بشويه السميده، وانا ما كيعجبنيش المسمن بالسميده، بالفينو الصراحه كيجي احسن. حتى هادو جاو زوينين، ولكن الفينو كان عندي كنت ندير كونتيتي كبيره، وغادي هذا نخليها في الكونجيلاتور، يعني تضرب لي السيمانه هكا ملي جاو الوليدات في الكوتي في العشيه، ولا لا جاي عندك شي واحد ديال الكونجيلاتور. البنات ضروري هاد الحويجات خاصهم يكونوا في الكونجيلاتور. المهم خاتكم هيا كاد داك هنايا، والكوزينه باقا ليا هنايا مرونه، وخاصني نرد الغدا بالحق. الغدا ما يكونش عندنا في هاد الفيديو هذا، فيه غير الفطور وصباح العيد، انا وزماني دوزتو غير انا وعبد الرحيم كيف ما قلت لكم الوليدات في المدرسه. ما بغيتش هاد النهار زعما شفت الناس كاملين مصيفطون ولادهم، قلت انا ما كاين لا زعما كنخليهم هنا. صافي البنات كورت العجينات وخليتهم يرتاحوا، مشيت غسلت هنا المعنة، تحيدت عليا الروينه. صافي بديت هنايا كنطلق، نتوما عارفين المسمن اللي زابوني ديالي ولاو حافظين المسمن ديالي، عارفين البغره ديالي، عارفين قراش لي، عارفين حلاويه، يعني تبارك الله راه وليتو عارفين كلشي، عارفين الطريقه اللي كنخدم بها المسمن. انا كندير وحده فوق وحده باش كيجيني كبير وكيجي مورق وكيجي هشيش كيجي واعر البنات، ولكن هذا غير للضياف ليك، ما الخدمه ما كتش البنات كنديرو هكا، كندير غير ديال وحده يعني باش يخرجني باش يسلكني. الناس اللي كيديروا لي كوموند يعني ما يخرجكمش هذا، من غير الا كنتو تبيعوه بواحد جوج اورو سيكونت هكاك، حيت كيجي هذا مهبر وكيجي كبير وكيجي صراحه كيجي كاين فرق بين هذا اللي كتكون وحده فوق وحده وبين الاخر اللي كنديرو غير وحده. العجينه ما كنديرش فيها الخميره، غير السميده كندير فيها، حيت انا اليوم درت غير السميده ما عنديش الفينو، كندير فيها شويه ديال الخميره ديال الحلوه، هي اللي كتخليه كيجي منفوخ وكيجي تدليك البنات. تدليك راه هو كيساعد ملي كتكون العجينه مدلوكه مزيان، راه ما كتقطع لك. شوفوا العجينه يعني ما كتقطعش، كنعطيها حقها في الدليك. وخا الكتيفات يا خوتي ضاريني، ولكن العجينه ضروري البنات خاصها تدلك. ما بغيتش يا خوتي نشري العجانه حتى نمشي لداري جديده ان شاء الله، ما غادي نشري. سي بوغ سا كنت كنقول لكم اخوتي راه ما غاديش نشري حتى شي حاجه هنايا، ما بقيت باغا نشري بلاطو واد اكسيو، ما باغا نشري عجانه، خاصني باش حتى الكوزينه نصاوب كوزينه جديده، ماشي هذه ان شاء الله، هذه يعني ما غاديش نديها معايا، غادي نصاوبو كوزينه جديده وحده اخرى، يعني كلشي غادي نشاركو معاكم ان شاء الله. سي بوغ سا يعني ما بغاش نشري، تنشوف اللون اللي غادي ندير في الكوزينه، وتما باش نشري العجانه البريق داكشي كامل. هاد المعنى البنات كلشي غادي يتبدل، كلشي منهم داك القرعه العطريه. سي بوغ سا كنقول لكم راه عباد الله راه ما بغا نشري والو، ما يمكنش نبقى نشري على جوج مرات وانا عارفه راسي ما بقاليش حتى عام، حتى عام ما بقاليش في هاد الدار هادي. اللهم تنصاوب كوزينه جديده وغادي نشري كلشي جديد ان شاء الله. هنا حبوباتي انا صافي شعلت البلانشا، هنا كانوا عندي 8 د المسمنات يعني دغيا زربت عليهم بالخف، نتوما عارفين مع البلانشا راه بزاف ديال البنات كتصيفطوا لي كومونتير كوثر راه حطوهم، مي حنايا في اكسيون ديال رومو راه ما حطوهمش عندنا، حيت شاك فوا فين ما كيمشي عبد الرحيم ولا كيمشي انا كنسولو ولا لا حطوهم راه طاروا بهم الناس. السيده اللي كانت كتصيفطي في الانستغرام سمحي لي اختي ما قدتش نصيفط لك التصويره، راه هي هذيك التصويره اللي صيفطتي ليا، راه هي هذيك ديال اكسيون. صراحه انا كيف ما نشكر لكم يعني مره وجوج وعشرة في ما نخبز فيها غادي نشكر لكم، حيت بزاف الناس كيقولوا لا خدينا هكا طفى، انا اختي هذه راه ما كت اللي خديت من اكسيون ما كتطفاش ليا، كتسولوني على الثمن العبار ما نقدرش نقول لكم شحال فيها الطول والعرض. المهم كتهز ربعه ديال المسمنات، ربعه ديال البطبوطات، الثمن ديالها كنت خديتها ب 22 اورو ولا 20 الاورو، وقيلا 20 الاورو باش كنت خديتها، الصراحه صدقات ليا واعره. وباقا كنقولها لكم شاك فوا في الا مشيتو لقيتهم راه غادي نزيد ناخذ منهم، حيت هادو البنات واعرين هكا. الخبيز تكون عندك كونتيتي هكا كبيره راه بالخف، عرفتي ما كتجي تغمضي عينك ترى مشي حتى كيكون المسمن ولا البطبوط تبارك الله طاب بالخف. انا كنهضر معاكم ميم با 5 دقائق كتكون طيبتي ربعه د المسمنات في وقت واحد. وكاينين بزاف البنات كيقولوا لي كاينين في جيفي كاينين طايات كبار من هادو، انا ما جربتش ديال جيفي، هادي راه البنات خديتها كنأكد عليكم من اكسيون، وصدقات لي واعره ما كتطفى ما
حتى شي حاجه البنات، الا لقيتوهم في اكسيون غير خذوهم البنات على ضمانتي. بعداك هذه كما كنأكد عليكم ما كتطفاش. هنا البنات صافي وجدت الطويله ديالي، دابا كنتسنى في عبد الرحيم باش نجي ونفطروا. هنايا كانوا القريشلات الصراحه كانوا عندي في الكونجيلاتور، جبتهم البلاطو ها هو من بعد ما شفتو. قولوا لي نتوما الراي ديالكم من بعد في لي كومونتيرات، نتوما تقولوا لي الراي في البلاطو كيفاش جاوكم وكيفاش جاوكم الحليوات هنا، كيف ما شفتوا البريوات زينتهم. باقي لي وحدين بلا تزيين ما كفانيش الوقت. هنايا المسمنات مع العسيله اللي كنت طيبت، ها نتوما هذه كيف ما قلت لكم خليتها هنايا غير الماكله. وهنايا كويس ديال آتي. وعيدكم مبروك يدخل عليكم باش ما كتمنوا ان شاء الله عيد مولد نبوي شريف. هنا البنات صافي دابا غادي نجلسوا نفطروا انا وزماني. الوليدات في المدرسه ملي شفت عندك الناس كلهم صيفطوا وليداتهم، كل جات حشومه انا نخلي وليداتي هاد النهار. خوتي السلام عليكم، صباح الخير عليكم، عواشر مباركه، عيد مبارك سعيد، ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتوا ان شاء الله في حياتكم وتكونوا حوايج ايجابيين ان شاء الله في الحياه ديالكم ان شاء الله. الله يسهل على كل واحد امين ان شاء الله. اليوم فطور انتم عارفين خاتكم الناس اللي مابونين معايا شحال هادي عارفيني يعني طويله هاد الفطور ديالي تبارك الله. انتم يعني ماشي نقول لكم اشياء بسيطه، الحليوه تبارك الله السيمانه كامله شفتوا معايا شنو صوبنا. المسمنات صوبناهم على الصباح، القريشلات كانوا في الكونجيلاتور، المهم حتى حنا كنحتفلوا. وباقي فيديو اللي غيكون ورا هذا ان شاء الله غادي نصوبوا الغديوي ديالنا وهذا الشيء اللي عطى الله. انتم عارفين الطقوس كتعيشنا الطقوس، واخا هو هذاك الشيء المهم حسن من والو، ولكن ماشي بحال العيد ديال المغرب، ماشي بحال العيد مع العائله، ماشي بزاف ديال الحويجات، ولكن كوميم كتحاول دير لنا واحد شويه ديال حتى بالنسبه للوليدات. دابا ملي يجيو مع 12 غادي يلقاوني باقا حاطه لهم الوليدات طبيلة. الوليدات هذه سيمانه وما عارفين بان كاين العيد، دونك ما عرفتش كديري هذه، ما عرفتش كديري، عارفين وكنهضر معاهم وكنبقى كنفهمهم زعما، واخا ما غاديش يفهموا كل شيء ولكن كنديروا اللي علينا بارابور على لاج ديالهم، غادي يفهموا شي حويجات. العيد كبير جاتك العسيله. العسيله 12 سنه وانا كناكل فيها حفظتها. زوينه صراحه زوينه. عندما تشريها كتقم شويه غاليه بحال دابا هذه الماكله، وعسلنا بها البريوات صراحه كتجينا زوينه. الحليوات هانتوما شفتوهم معنا، اضربوا قيصه المزابره باقي الغداء لاتين. لا لا خلينا نسبق الحليوات هما الاولين بسم الله. سمحوا لينا حنا غير كيف ما كتقول لكم كوثر ديما، حنا كنشارك معكم
كم كوا بانه راه ضروري من الطقوس، ضروري من العادات ديالنا ان شاء الله. لا لا حرام شي مسلم واللي جاتني زوينه بعداك انني هاد النهار ما خدامش على الرغم بان الناس سمحوا لي غنفتح واحد القوس صغير وغادي نسدو بالزربه، على الرغم بان الناس هاد السيمانه هادي كنسمع بان الناس كيعاتبوا على ماشي عيد. دونك حنا من نهار انا بدا من نهار تزاديت من اللي بديت كنعرف تقريبا دابا 30 سنه بديت كنعرف كنسمع عيد المولد النبوي الشريف. دونك هادي 30 سنه وانا كنسمع عيد، يمكنش دابا غادي نجي ونقول ماشي عيد. ماشي عيد يقدر يكون ماشي عيد، ولكن بارابور في الراس ديالنا حنا عرفنا عيد صافي عيد والحمد لله. المهم هو ما كديرش شي حاجه اللي كتعصى الله، دونك عيد ولا ماشي عيد نقدروا نكونوا غالطين، نقدروا نقول لك كتحتفلوا بعيد الميلاد واعياد الميلاد حرام. حنايا ابار كنحتفلوا بعيد الميلاد، هذا هذه راه ماشي هذا يعني نقولوا سنه نبويه. لا لا شوف باش من باش ما نقولوش، كاين الناس اللي كيبقاو غير كيخربوا، ماشي كيخربوا، يقدر يكون هما على صواب وحنا ما عارفينش، حنا ما عارفينش. دونك باش ما يبقاوش الاراء يختلفوا، هذا كيقول الشرق وهذا كيقول الغرب، حنا ولفنا سمعنا عشنا بعيد مولد النبوي، غادي نبقاو نحتفلوا بعيد مولد النبوي الشريف، عيد الفطر. والمغاربه دابا تبارك الله هاد الصباح كلشي محتفل، ادارات المغرب يقولوا لي حتى شي واحد ما خدام هاد النهار هذا الادارات. إذن كبرنا بعيد، كبرنا بانه عيد، المدارس كلشي يعني نهار عيد مولد النبوي الشريف، راه انت سيدنا يعني نهار عيد مولد النبوي الشريف يعني كيعفي على السجناء. دونك عشنا بانه عيد، يقدر يكون غلط، راه انا كنشاطركم الراي، يقدر يكون غلط، ولكن يمكنش من بعد انسان واحد انسان عاش 30 ولا 40 ولا 50 سنه وتقولي لا راه ماشي عيد. دونك حنا خلينا عينانا في عيد مولد النبوي الشريف، بقيت انا كنحل وليداتي في هاد العيد هذا بامكاني انا هاد السيمانه والله العظيم الا تعبت بزاف بين كنحضر الحليوات خاصني نمشي نخدم، الكوزينه كتبقى مرونه، عبد الرحيم شي حوايج ما كيعرفش يفكهم يعني كيكونوا فحال العسل فحال داكشي ما كيقدرش يقرب ليه. دونك هادشي كامل ليش باش نبارطاجي معاكم اشنو كنوجدوا في العيد المولد النبوي الشريف. حتى هو كنوجدوا فحال بحال كنحتفلوا فحال العيد صغير بحال العيد الكبير، كنوجدوا ليه هكا كنوجدوا ليه حتى هو فيه حليوات. هادشي اللي كبرت فيه اللي حليت فيه عيني انا مع الوالده ديالي وتبارك الله في مكناس كنا كنمشيو للشيخ الكامل. تحيه للناس في مكناس، كنعرف دابا الناس في مكناس والناس تسلا يعني كيحتفلوا كيكون عندهم عيد ديال الشموع يعني راه كاين حتى كنشوفوا في الاخبار هكاك، والناس مكناس راه الشيخ الكامل يعني المولد راه يعني راه في مكناس. ملي كنت صغيره اغلبيه العيد المولد النبوي الشريف كنا كندوزو في مكناس، حيت انا الوالده ديالي مكناسيه، لهذا قلت لكم تحيه للناس ديال مكناس وتحيه لعائلتي كامله كامله اللي في مكناس، وكنبارك ليهم هذا العيد هذا. والناس هنا الجاليه هما الدار ديالي، الناس ديال وزن ناد وزن كنبارك ليهم، جاراتي اللي كانوا برشي حتى هما كنبارك ليهم، جاراتي اللي هنايا في فرنسا وعائلتي وصحاباتي كنبارك ليهم، كنبارك الراجلي هذا راه راجلي هذا راه شويه فريمها. المهم رجع الموضوع ديالنا، مادام الانسان ما كيديرش حاجه كتعصى الله فهو عيد. عيد يلا ذقنا الحلويات، ذوق القوس الحلويات. ما انا غنبدا هذه، خلي لي هذا الصف هذا صراحه حليوات زوينين. غادي كنبارطاجي مع الناس، الناس اللي كيبغيو دابا عرفتش الناس واش لي زابوني ديولي واش عاقلين معنا في العيد الاخر. في العيد الاخر بديت معاك بهذه الاولى واحد العيد اللي فات بعيد كنت زوقتها بالكاوكاو خضر حمرته خضر لوغو ديال بيستاش. دابا ما كانش عندنا الوقت، مي تاع هذا جات بحال بحال النوكا، جات بحال النوكا ديال الكاوكاو. خلي لي البلاطو حيت خلنا نذوقو. انا من عادتي ملي كندير الحلوه اش كندير بها عبد الرحيم؟ كتخبيها في الصطوله وكندير شدي لها الماريو. كنخبيها في الصطوله وكنسد كنصوب طباصل، كنشد داك الحلوه كامله اللي درتها وكنفرقها كامله، كل واحد كندير له طبيصل 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 طبيصل. كنسد عليها في الماريو حتى الامجي هذا كنحطها لكم. حتى الامجي والله العظيم هذه هي من عادتي يعني كنصوب الطبيصلات وكنعطيهم هكا في السبيل. الا كندوق يعني حاجتي صوبتها كنبغي ندوق بها، حيت حنا يعني ما ناكلوش هاد لا كونتيتي هادي كامله، يعني كندوقو منها في سبيل الله للصحابات والجيران. دابا فين هي الاخرى؟ هادي ولا هادي؟ قال لي دوق هادشي كامل، خلي لي هادي ياك. ودير واحد جوج ثلاثه باك مجاز زباله. شرالي قميجه انا وختي خديجه عاقلين البنات على هادي.
كنقولها ديما في الخدمه كيبقاو يموتوا عليا بالضحك. دابا انا كنتسنى على الشهينه كنصراحه والله الا حلوه زوينين ما نكذبش يعني. وعلاش كنبارطاجي معاكم وكنعطيكم غير كونتيتي صغيره يعني كنقول لكم مثلا ربعه الزبده غنخرجوا بها، نص كيلو دلوز غنخرجوا به جوج ديال الشكيلات يعني الحمد لله. لا هنايا ولا في المغرب يعني الناس يعني حتى ما عندكش مثلا تشري نص كيلو دلوز شري غير ربعه ديال اللوز وتخرجي بها بلاطو، شي ربعه دلوز. انا ملي كنت في المغرب والله العظيم ها هو عبد الرحيم حدايا الا ما كان زعما كاينش عندي امكان حتى نشري كيلو دلوز، ولا بعض المرات كنت كنشري ربعه دلوز نخرج منه ثلاثه تشكيلات صافي من هنا وصافي من هنا. المهم انني نحط البلاطو ديالي زوين نهار العيد. لان علاش؟ حيت الحلوه ما كتكاش شهر يوميا جور. انا دابا نقدر ناكلها اليوم من بعد ما نتوشيهاش. سي بوغ سا قلت لكم كنفرقها حيت ما كناكلوهاش بزاف. انا ما كناكلهاش بزاف صراحه. اذا ربعه ديال اللوز كيف ما كتقول هي بلاطو بحال هذا راه غندوز به نهار ديال العيد ديالك والغد ليه وصافي وسالين. صافي كنت غدير كيلو ديال اللوز يبقاو سطوله بزاف. نو كنبغي نبارطاجي واحد مثلا بكميه بسيطه انك تخرجي بلاطو ديالك فهمتي يعني تخرجي شكيله بحال دابا البريوات درت فيهم نص كيلو الكاوكاو تبارك الله عطاوني واحد بواطه يعني عامره. ولكن اسمحي لي الناس اللي عندهم وليدات راه ما يمكنش غيدير ربعه ديال اللوز، اللي عنده ربعه ديال الوليدات كبار وكياكلوا راه ما يمكنش. مثلا يدير ربعه ديال اللوز مثلا شكيل واحد صابلي من هنا. المهم كل واحد اخوتي على قد الاستطاعه ديالو، حنا غير كنبارطاجيو معاكم وسمحوا لينا سمحوا لينا على شهيناكم راه كما كنقول لكم غير كنبارطاجي معاكم وصافي. غادي فائده عموم الجميع. كيصلح ليا كيصلح ليا كل اخويا مسمنات وسكوت. المهم اخوتي عواشركم مبروكه وعيدكم مبروك وكنتمنى هاد لا فيديو هذا يعني نال الاعجاب ديالكم. شاركت معكم الصبيح ديال العيد ديالي كيفاش كندوزو، باقي فيديو واحد اخر ان شاء الله غادي نصاوبو فيه حتى هو الغدا ديالنا طقوس ديالنا هنايا في فرنسا كيفاش كيدوز عندنا العيد واخا غير انا والزوج ديالي يعني كنخلقوا السعاده من والو كل يوم فيس تو فيس فيس تو فيس يعني غير انا وياه كنحاولوا اننا نخلقوا جو مغربي فهمتي كنبغيو نديروا داك الجو مغربي. طالقين هنايا الامداح في التلفازه شاده هنايا الامداح على حساب هادو ما فيهم حقوق النشر والطبع وجالسين كنقرقبوا الناب هنا عاد 10 ديال الصباح ونوضوا عاوتاني نصاوبوا الغدا ديالنا و... ان شاء الله وهذا الشيء اللي كاين. المهم صباحكم مبروك ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. بطبيعه الحال الا عجبكم الصباح ديالنا ما تنساوناش باللايكات ديالكم بالكومونتيرات والبارطاج ان شاء الله. تحياتي.